تعالوا بقى نشوف ازاي نستغل ال subsurface scatter. انا هشيل دي خالص كده، يبقى انا عندي empty material. انا هعمل رايت كليك هنا واغير دي للشيدر بول، بحيث ان انا اشوف هنا شوية قبل ما اطلع للاي بي ار. هعمل alt tab وهحط standard، شيل دي اسكيب، وبعد كده اروح لبلجنز او من غير بلجنز ولا حاجه، اروح هنا لاي بي ار ويندو. استنى بس اعمل ابديت. في هنا حاجه انا كنت خافيها، اللي هي ليكويد جيو، هي عباره عن جيومتري، ده افتكر معمول بالفينكس تمام، عشان يدي شكل الكراميل او الشوكولاته بالشكل. الحاجة المهمة قوي ان انا اتأكد برضو ان اوبيك متشالة، لان من غير دي انت مش هتاخد اللوك اللي انت عايزه. بما اننا في الديفيوز، انا مش عايز ديفيوز كونتريبيوشن، مش عايز اي حاجة خالص. اروح للسبيكولر، نفس الموضوع، هعلي السبيكولر شوية. روفنس مش هعوزها قوي على فكرة، كل الكلام ده نرجع نظبطه تاني، بس بنظبط دنيتنا في الاول. فيرنل اكيد برضو ده عايز فيرنل، لاني مش هتحكم بتكتشر، فهشتغل بالفرنال. ريفليكشن ما علينا منه، ريفراكشن كالعادة. الكالر، الكالر هنا في الريفراكشن مش هيبقى ابيض، لان انا عايز يرفراكت لون شبه لون الشوكولاتة كده. فهروح هنا مثلا يعني حاجة زي كده، هنا مثلا ممكن حاجة زي كده، هنا يعني افتكر كده. بس دي بقى يعني افتكر اللون البني ده. نروح للويت ونرفع الويت شوية، طبعا مفيش حاجة جات لان الاي او ار زي ما احنا شايفين. ارفع بقى الاي او ار، تمام. نطلع هنا بس في الديفيوز، الديفيوز باك، الويت كلر والروفنس كل حاجة تمام. جي جي اكس هنا فاضل اقول له فرنل يوز اي او ار. لحد كده تمام، مش قوي. نروح للكالر واسحب ده شويه في الويت، نرفع لسنه لغايه دلوقتي. شوفوا انا ما خدتش اللي انا عايزه، يعني على الرغم من كده انا ما خدتش اللي انا عايزه. لو رفعت دي مثلا ل10 تمام، انا كده عمال ازود في ده. طب الكالر بقى اللي انا عايزه ده هاخده منين؟ هاخده من هنا، من السب سيرفس سكاتر. هاخد نفس الكالر ده واحطه للسب سيرفس سكاتر، وازود السب سيرفس سكاتر شويه. بعد كده اتاكد كالعاده من هنا ان انا اوبيك متشاله، هوقف الاي بي ار واخليه يعمل ابديت تاني. اجي هنا بقى في السبيكولر، اسحبه شوية في الويت، في الويت هزود سنة بسيطة. عندي الاي او ار هنا، هعلي اخليه زي ما هو 3، بس هروح للويت في السب سيرفس كاتر وارفع، او بدا يطلع لي الكالر ده من تحت الكالر ده. هنا هسحب شويه، دي حاجه. الحاجه التانية من فوق انا مش عايز
مش عايز الريفليكشن يبقى جامد قوي. بالظبط بدأت اخد كولر هنا نفس القصة، اسحب سنة اهو، لما زي ما انتم شايفين كل ما بظبط في الريفليكشن بيتظبط معايا اللوك. الريفراكشن دي مش هزودها قوي، هي بس كل القصة انا بسمح بنفاذية للضوء، لان من غير دي الكولر مش هيبقى هو يعني. فانا حتى دي مش هعليها قوي، لكن ده بقى اللي فيه كلام، ده لو عليناه اهو ببدأ كل ما هعلي ده كل ما هاخد كولر احسن. افتكر هي كده يمكن احسن من البريفيو اللي انا كنت عاملها كمان. لا دي ملناش دعوة بيها. لو نزلت بتاع كده سنة كمان حلو، ده بقى انا نزلت بدل ان انا مش عايز الكالر ده يأثر على الكالر البني ده. جميل جدا. ولو رفعت دي كده كمان حلو قوي، هخليه زي ما هي، بس ده هاخده لجوه سنة الكالر بتاع الريفراكشن ده. ارفع سنة كده، وعايز اعمل حاجة كده مجنونة شوية، هاخد ده هنا بس ده هخليه زي ما تقول كده دي ساتوريتد فيرجن من اللي انا عايزه. ولو رفعنا ده كده شوية بدأت تاخد فعلا الكلر اللي انا عايزه. من هي الفكره في انت تبقى فاهم بس ده بيأثر فين وبيعمل ايه. لو رجعت ده ابيض تاني هلاقي بالشكل ده، فلو انت هتسيبه ابيض اسحب ده لورا بحيث ما يأثرش عليه. بس يعني لو انت هتسيب ده ابيض ما تعليش القيمه بتاعت الودي قوي، عايزه يبقى عايزه يعكس، بلاش اللون، اشتغل هنا، خلي دي مثلا وليكن 20 تمام، بقت بالمنظر اللي انت شايفه ده. السب سيرفس كاتر لو انت عليت ده هيعلي الاحمر ار جي بي تمام، احمر اخضر ازرق. لو انا عليت ده كده بص 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 بدأ اللون الاحمر هو اللي يغلب على اللون او الكالر اللي هيطلع من تحت ده، او لما الضوء بيخبط كده بيحصل له تشتيت جوه السيرفس ده بيغلب على اللون الاحمر. لكن في الغالب احنا كده وصلنا للشيدر اللي احنا عايزينه، وفضل حاجه واحده بس، هو مبقاش ريفلكتيف قوي كده، فاحنا ممكن نرفع هنا سنه بسيطه بس الروفنس دي، هرجعها تاني زي ما هي، ولتكن حتى ازودها 2 سم بس ولتكن 12، لان لو دول اختلفوا قوي بتلاقي هنا بقى الوان مش ظريفه، مش هتبقى شكلها حلو يعني. اما في الويت هنا انا عايز اخلي ده فاتح وازوده كده زي ما انتم شايفين. شوفوا بقى الكالر بقى بدأ يبقى فيه الخامة، تحس انها فعلا شبه منفذة مش خامة مصمطة. دايما الريفراكشن خلي الكالر فيه فاتح مش غامق تمام، لانه لو الكالر غامق انت تقريبا مش هتاخد اي ريفراكشن. هنستنى شويه لغايه ما النويز دي تروح، وهرجع للرندر الرندر سيتنجز بتاعتي، لان انا هنا من المره اللي فاتت كنت رافع الريديبس بتاع الريفراكشن، فانا هرجعه لاثنين، وهنا هرجعها او اخليها ثلاثه، واشغل اللايف. ليه انا رجعتها؟ لان انا مش محتاج اشوف الصفحه اللي تحت، انا الفكره بس ان انا عايز الشوكليت نفسها تبقى منفذه، لكن انا مش عايز اشوف السفير دي من ورا الليكويد اللي قدامنا ده، عشان كده انا قللت الريدبس. افتكر احنا مش هنعمل فيها اي حاجه تانية، هي خدت الشكل اللي احنا عايزينه. السب سيرفس كاتر زي ما انتم شايفين لو قل
اتحكم انت بقى في الشوكولاته، عايز شوكولاته بني، شوكولاته كراميل، براحتك تمام. بس هي كده احنا خلاص بقى التحكم كله منين؟ التحكم كله من السب سيرفس سكاترينج كلر. ممكن لو احنا غيرنا في ده مثلا خليناها حاجة مثلا بالمنظر ده، زودناها كده كده احنا رايحين للكراميل تمام. اتمنى بس المحاضرة تكون عجبتكم. التغيير هيبقى في الكالر، في الويت، في السب سيرفس سكاترينج، واشوفكم في المحاضرة اللي جايه.